عقد دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعا مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزيرة الخارجية أشادت بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، معربا عن الترحيب برغبة الجانب القطري في استطلاع الفرص الاستثمارية بمصر في عدد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة والاتصالات ومجال الصناعات الزراعية والغذائية وفرص الاستثمار العقاري في عدد من المناطق بمصر. كما أكد حرص مصر على دورية انعقاد كافة الآليات التشاورية بين الجانبين وضرورة البناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة والتي عقدت بالدوحة في مارس عام 2024. كما رحب بالتنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الأزمة في غزة. كما أكد حرص مصر على أمن وسيادة لبنان ورفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.